المهرجان ديالنا او التظاهره ديالنا ديال الرباط عاصمه الثقافه الافريقيه هي تظاهره كتضم بحال اللي قلنا دائما حوالي 100 نشاط ثقافي من مهرجانات ولقاءات وتكوينات وديفورم واللي بدات كي كتعرفوا في شهر جوان في ديبي جوان ومازال مستمره الى غايه لو 30 مي وكتشمل جميع انواع الانشطه والابداعات الفنيه يعني تحتفي بكل مجالات الابداع. التظاهرة اللي كتحظى بالرعاية السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. الأنشطة اللي منظمة فيها هي ثلاثة الأنواع ديال الأنشطة، يمكننا نبوبوها في ثلاثة ديال الأبواب. هناك واحد الجانب اللي كيتعلق بمجموعة من الأنشطة التي تم إحداثها خصيصا بهذه المناسبة. وكاين عدد آخر اللي هي سميناها دي زيفينمون بان أفريكان. صراحة عندي الزهر اللي يكون الزوج ديالي هو المنتج ديالي حيت حنا كاملين عارفين بان هاد لو دومين صعيب سورتو بالنسبه للمراه المغربيه فيها لي كوتي بوزيتيف وفيها لي كوتي نيجاتيف حيت الزوج ديالي كيعرف عليا كلشي وكنكون دي فوا تري سوسيبتيبل فاش كيقول لي شي حاجه سي فري كو ما غاديش نتقبلها منه بالطريقه اللي غنتقبلها من شي واحد انكوني ولكن هو اقرب انسان ليا يما بروتاج كيبغي لي الخير كيف ما كيبغي راسو دونك بالنسبه ليا كنكون حاسه براسي مرتاحه 100% باش نقدر نركز غير على اللاغ ديالي ديال كيفاش كنختار المواضيع ديالي كنحاول نشوف شنو واقع في لونفيرونمون ديالي كنحاول نشوف باش كيحسوا الناس حيت الحمد لله عندي واحد الميزه نقدروا نقولوها هو لومباتي ستادير كو كنحس داكشي اللي كيحسوا به الناس واخا ما نكونش انا حاسه بهذاك الموضوع ولا ما نكونش انا عايشه هذاك الموضوع دونك كنهضر مع الناس كنشوفهم شنو عاشوا كنشوف لي زيكسبيريونس اللي عاشوا كنشوف الحوايج زوينين والحوايج الخايبين اللي يقدروا يدوزوا عليهم في حياتهم وهذا الشيء اللي كيخليني نتانسبيرا باش نكتب الاغاني ديالي في الاول فاش الله بديت كنت كندير دي كليب كي قلتي شبابيين كنت انسبيرا بزاف من شنو واقع على اتخانجي ولكن فاش كبرت فهمت بان لا فورس ديالنا هو الثقافه ديالنا والتراث ديالنا والدم ديالنا حنا مغاربه خصنا نكبروا بالمغرب خصنا نكبروا بالثقافه ديالنا ولا ما درناش هادشي ما كاينش واحد غادي يديروا في بلاصتنا دونك بالنسبه ليا اهم حاجه ولوبجيكتيف الحالي والمستقبلي هو نعطي انكور بلوس دو فالور للتراث المغربي والثقافه المغربيه بالنسبه ليا المراه خاصها تكون انديبوندون باي طريقه حيت مزيان كوبل يكون كيتعاون مزيان يكون الراجل خدام ولكن المراه خصها تكون خدامه ودائما انديبوندونت علاش حيت الزمان اللي كنعيشوا فيه زمان صعيب بزاف خاص التعاون دي فوا انا كبرت مع واحد الام اللي فاش مات الوالد ديالي الله يرحمه كانت خدامه دونك هي اللي قدرات تقرينا وتكبرنا وتصرف علينا وبالنسبه ليا كون ما كانش الام ديالي خدامه ما كنتش كنعرف لا سيتوياسيون كيفاش غادي تكون دايره دونك استثمار ولا الخدمه مهمين بزاف بالنسبه لاي انسان كاين في المجتمع وسورتو المراه المغربيه. اشترك معنا في القناه كي يصلكم كل جديد وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.